أول ما يجيك البيشنت يجيك يشكو من لوين بين أو يجي يشكي من symptoms of urinary tract، خاصة يجي يشكي من اللوين بين، فأنت شنو الفيرست investigation you will send him؟ واحد يجيك backache أو loin pain، شنو الانفستيجيشن كاظم ثائر؟ شنو أول انفستيجيشن سويت يا كاظم؟ كاظم تسمعني؟ كاظم دكتور سوي الرينال فانكشن تيست. يعني هو شنو هو الرينال فانكشن تيست حتى أعرف؟ كرياتينين اليوريا البلد يوريا. هذا البيشنت ما يجيك هذا الانفستيجيشن شو وقت نسوي اذا صار عندنا شك انه اكو ديستيرب رينال فانكشن؟ يعني يجيك البيشنت عنده رينال فيلر. رجعنا الباقين اغلق المايكروفونات شباب. واحد يسوي له رينال فانكشن تيست لما تتوقع عنده رينال، لما تتوقع عنده رينال فيلر، تمام لو مو تمام. وهذا ابو رينال فيلر ما يجيك لوين بين، يجيك نوزيا اند فوميتينج، تمام لو مو تمام، يجيك اديما. ما يجيك وبعدين نبدا بالمتوفر غير وبعدين هو شنو هو ابسط انفستيجيشن او فيرست انفستيجيشن مع الواحد عنده لوين بين؟ شنو هو الانفستيجيشن؟ اكس راي نسوي له. لا انقطع الاتصال ويا كاظم، ما ادري اسمع واضح. العفو مرتضى محمد راضي. مرتضى اغلق المايك كاظم. مرتضى نعم دكتور. مرتضى شنو واحد عنده لوين بين او فلانك بين، شنو الفيرست انفستيجيشن اسوي له؟ دكتور اول شيء يعني ذا انفستيجيشن كون نسوي له جنرال يورين اكزامينيشن. فيري جود فيري جود. جنرال يورين اكزامينيشن، عاشت ايدك. جنرال يورين اكزامينيشن سويت لواحد بيشنت، شو راح تعرفه هذا ممكن يكون عند الكوز مالته هو يورينري تراكت كوز؟ واكو اذر كوز اوف باكيك، اكو اوف لوين بين، شو تعرف هذا رينال كوز؟ شو تشوف بي؟ الفايندينغ غير. شو هي الفايندينغ؟ شنو اللي تخليك؟ يعني مثلا اذا لقينا مثلا هيماتوريا، هاي واحد. اذا لقينا هيماتوريا دقيقه، شو تعرف عنده هيماتوريا؟ ار بي سي دكتور اللي موجوده باليورين. ايش قد المفروض تصير؟ والله دكتور ما عندي معلومة. يعني واحد عند 4 cells of RBC تعتبرها هي ماتوريا لو مهمة ماتوريا؟ زين أنا اسمحوا لي أشرح لكم. أغلق المايك، شكرا جزيلا. الباقين ايضا زهراء اغلقوا المايك. بقيه البيشنت انت تيجي تشوف عنده هذا الكوز رينال او مو رينال، فش راح تسوي له؟ راح تسوي له جنرال يورين اكزام. طبعا الكومن كوز اوف لوين بين هو اليو تي اي، يورينري تراكت انفكشن. فمن نسوي له؟ تسمعوني واضح شباب؟ تسمعوني واضح؟ اي واضح دكتور. اي من نسوي له جنرال يورين اكزام راح تلقى عنده باسلز. الباسلز تلقاها عاليه يعني اكثر من 5. الباس سيلز تلقاها عاليه خاصه كمان اليو تي اي وين اديا بيشنت نور راجي.
نورولوجي بيا عمر تلقيها اليو تي اي كمان دكتور هي كمان بالفيميل وموصلي إذا كانت بريجنت نورولوجي نعم دكتور تسمعني دكتور بعد هذا بريجنت بعد دايابيتك بايش عفو ما اسمع دايابيتك بايش شكرا الصوت شويه تقطع عفوا ما سمعت واضح الايج العمر بيا عمر يصير اليو تي اي كمان باليونج ايج يونج باليونج ايج ميل او فيميل فيميل يونج فيميل عاشت ايدك شكرا جزيلا فاذا اليو تي اي از كمان ان يونج فيميلز تشكي شكون اهلها انهم تاكل شهيتها ضعيفه تعبانه من كل هذا itching تجي loin pain تجي مثل ما يقولون وجهها أصفر فهذا كمان in young female لا طفلات اللي أقل من the age of school preschool age هذين الأطفال يجن تيورثرات بالميل rare هي اليو تي اي لكنه شو تصير كمان تكون with old age because of effect of prostate. فإذا the most common cause of loin pain هو إذا ال UTI اللي نلقى بيه pus cells فوق من ال 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 الخمسة. جينا على ال other cause إذا لقينا واحد عنده هيماتوريا. الهيماتوريا نقسمها إلى نوعين macroscopical ومايكروسكوبيكال. شنو مايكروسكوبيكال هيماتوريا ابراهيم احمد شنو هي المايكروسكوبيكال هيماتوريا شنو الماكروسكوبيكال هيماتوريا ابراهيم احمد جميل تسمعني واضح ابراهيم مريم عبد الحسن تسمعيني نعم دكتور اسمعك نعم دكتور اسمعك نعم إذا تسمعوني هذا الكلام أنه الماكروسكوبيكال تنشاف بالعين والمايكروسكوبيكال ما تنشاف بالمجهر هذا الكلام لكنه بالبراكتس المايكروسكوبيكال هي اللي أقل من 10 بالجنرال يورين بينما الماكروسكوبيكال اللي أكثر من 10 نعم أسوي سكرين شير ونرجع على العفو هسه رجعت الصورة فإذا عرفت الفرق بين الماكروسكوبيكال والمايكروسكوبيكال هيماتوريا المايكروسكوبيكال هيماتوريا هي اللي أقل من 10 والماكروسكوبيكال هي اللي أكثر من 10 واللي نسميها فرانك هيماتوريا
البايكروسكوبيكال هيماتوريا اللي لقيناها شنو معناها؟ شنو معناها؟ معناها المايكروسكوبيكال هيماتوريا معناها البيشنت هاد رينال ستون، رينال ستون، بينما الماكروسكوبيكال هيماتوريا indicating ureteric stone أو CA of the bladder. فإذا الميكروسكوبيكال هيماتوريا indicating acute adrenal stone والماكروسكوبيكال هيماتوريا indicating ureteric. شباب اغلقوا المايك، علي علي حسن اغلقوا المايك. زين الميكروسكوبيكال indicating renal stone while the macroscopical indicating ureteric stone. هنا يجي بعد الخطوة الثانية اللي تسويها إذا شكيت عند ستون تدز شنو؟ علي علي اغلق المايك رجاءا. شباب غلقوا المايك واضح؟ شباب اغلقوا المايك. فاذا الميكروسكوبيكال هيماتوريا مثل ما قلنا indicating renal stone while the macroscopical hematuria indicating ureteric stone. شباب رجع اغلاق المايك. هنا دورك انت تدزل الالتراساوند. بالالتراساوند قال لك يا با there is 10 ملم ستون in the midrenal area. شنو الخطوة اللي تسويها الثانية؟ شنو الخطوة اللي تسويها الثانية؟ على الرعد على الرعد الرعد واحد اجى قال لك there is 10 مليم مدرينا الستون. شنو الخطوه next step اللي يسويها؟ next step هي تسوي لك next step تسوي لك كيوبي. شنو فائده الكيوبي؟ شنو الانديكيشن ماله؟ two things to differentiate radio opaque from radiolucent stone. هنا نجي إلى radio opaque midrenal stone، فالعلاج مالتها هو بالإسول extra corporeal shock wave lithotripsy extra corporeal shock wave lithotripsy ESW. أما إذا كانت radiolucent renal stone في التريتمنت مالتها هي الكيوب يدزو فقط لمعرفة الحصات شفافة وكلسية. هذا طبيب اختصاص أستاذنا أنه الكيوب يدزها لمعرفة الحصات شفافة وكلسية. فإذا كانت مهمة الكيوب معرفة الحصات شفافة أو كلسية نحتاج إلى نسويها إركت؟ لا، ممكن نسويها سوباين. الجواب ممكن نسويها سوباين عكس الكي عكس البلين أبدومين. البلين أبدومين غصب علينا نسوي إركت واي آسف النت يروح ويرجع.
فإذا هو هذا الانديكيشن مع الكيو. بعض الأحيان بعض الستونز تكون ماخذة شكل البيلفيك كاليسير سيستم نسميها ستاغ هورن ستون قرن الغزال. اجينا على موضوع الاي فيو. الاي فيو كان عنده انديكيشن هوايه بايام زمان، هوايه من الانديكيشنز مال تاخذها السي تي سكان. الاي فيو بقت الى انديكيشنز محدودات، من اهم هاي الانديكيشنز هو عمليه الكونجنيتال انوماليز اوف بيلفيك اليسيس سيستم. اول انديكيشن له هو الانوماليز اوف بيلفيك اليسيس سيستم، اند الانديكيشن الثانيه تو ايفالويت ذا رينال بارينكايما اند رينال فانكشن. النقطه الثالثه هو مابينج اوف بيلفيك اليسيس سيستم بيفور any interventional procedures. كما تعرفون الاي في يو يعطب اوقات متعدده، نبدا بكيو بي فيلم، بعدين ناخذ 5 minutes فيلم، بعدين 15 minutes فيلم، بعدين half hour فيلم. 5 minutes فيلم راح تطلع لنا البارينكايما اوف ذا كيدني، البارينكايما اوف ذا كيدني. هذا الفيلم أبو في 5 دقائق نسميه نيفروغرام، تطلع بالأوتلاين عن بارينكايما of the kidney. لما تنتاخذ فيلم أبو ربع ساعة ويطلع البلفيك اليسير سيستم هو هذا نسميه البايلوغرام. أما إذا طلعت اليوريناري بلدر راح نسميه ورا نص ساعة نسميه سيستغرام فيس فسيستغرام. إذن الاي في يو متكون من 4 أفلام، الكيوبي يعني بي كونتراست، بعدين عدنا الفايف مينت ونصح للفروغرام، بعدين عدنا الفيفتين مينت ونسميه بايلوغرام، بعدين عدنا نص ساعة ونسميه سيستغرام. الكدنيات إذا طبيعيات يكون مساويات وقت النفروغرام وقت البايلوغرام وقت السيستوغرام. أما إذا صار واحدة بيهن obstruction راح تكون lagging behind its fellow، فهذه راح تكون متأخرة عن زميلتها. ليش؟ لأنه obstructed. بهاي الطريقة كانوا يعرفون أنه الكيدني obstructed or not. فهاي الكيدني مفرغة خلص مرحلة النفروغرام بادي بالبايلوغرام، وهاي الكدني بعدها ما وصل بعدها بمرحلة النفروغرام. ليش؟ لأنه أكو فد ديستال أوبستركشن أو يوريتريك أوبستركشن. لما يصير عندنا يوريتريك أوبستركشن راح يصير أو بلفيكاليسيال سيستم، فراح يصير عندنا دايليتيشن أوف ذا بلفيكاليسيال سيستم. هذا الدايليتيشن نسميه هايدرونفروسس. بالأكيوت ستيجز راح يساعدنا أكيوت هايدرونفروسس، لكنه يبقى مايلد. يعني شنو مايلد؟ يعني مو بينلس، وإنما there is no reduction in parenchymal thickness. لما نصير long standing obstruction راح يصير عندنا moderate hydronephrosis with parenchymal thickness loss. بالسيفير ولونج ستاندينج وكرونيك راح يصير عندنا سيفير loss of parenchymal thickness reaching to be a paper-like parenchyma. فعندنا الهايدرونفروسس إما يكون mild يعني acute يعني بفلويد بالبلفيك اليسير سيستم لكن ماكو بارينكايمال لوس. لما يكون عندنا البارينكايمال لوس نص ونص نسميه كرونيك او مودريت، لكنه من يصير سيفير راح يصير ماكو اي بارينكايما
وماكو ابدا رينال فانكشن، فبذاك الوقت راح يصير عندنا اذا كان بايلاترال رينال فيلر. الرينال اتروفي ليش الرينال يصير بها اتروفي؟ اما وحده مثل اما اوبستركشن او انفكشن، او بعد بعض الاحيان يصير انفلاماتوري كوز. فهنا مثال، هذا كمثال صار عندنا اتروفي of the right kidney. جينا على congenital anomalies of pelvic calcium system. عندنا أول anomaly هي bifid collecting system. يعني هنا نشوف أنه الكورينال بيلفس ولور مويتي، يعني جزئين، جزء اعلى وجزء اسفل، ميت توجذر تو فورمينج سمول كومن بيلفس وكومن يوريتر. تقريبا 10% of the people have this anomaly. تشوفون واضح؟ تشوفون واضح مصطفى؟ مصطفى واضح الصورة؟ مالي مونيكا تطلع لي رسالة تقول please move this window away from the shared application. شنو معناها هذا؟ شنو هالشي جديدة؟ ما أدري عن قديمة. ها وهنسى شو نعرف. هسا تمام؟ خوش. فهذا هسه هذه مثال بالالتراساوند. This is bifid collecting system and this is normal collecting system. المشكلة وين تصير إذا كان عندنا، إذا كان عندنا أكو، إذا صار عندنا الابليكيشن involving the ureters. المشكلة راح تصير عندنا if the condition involving the ureters. اليوريتر مو مشكلة الأبر مويتي واللور مويتي، المشكلة بالإنسيرشن. الإنسيرشن يوجوالي يكون، العفو، يكون الإنسيرشن باللاترال وول of the both أو بالبوستيرير وول of the urinary bladder. اليوريتر من يدخل الوول مال اليورينال بلادر راح يسوي لنا يمشي داخل الوول اوف ذا يورينال بلادر، راح يمشي مسافه ثرو ذا وول اوف ذا يورينال بلادر. فمن تتقلص اليورينال بلادر فور ايفاكويشن راح تغلق اليوريترو فازايكال جنكشن بحيث ما يرجع اليورين الديرتي يورين الى الكدني، ما يصعد ديرتي يورين ويصعد الكدني. ليش؟ لأنه الدستال end of the ureter يمشي بالwall of the urinary bladder مسافة بحيث forming valve-like activity. هنا من يصير عندنا double ureters، اليوريتر الثاني اللي هو anomalous راح يروح إلى مكانات مو هو مكانه الطبيعي، فممكن يصير below the urethral orifice urethral sphincter. إذا صار اليوريتر below the sphincter إذا
أثار أبا incontinence, continuous, incontinence. Okay, فراح يسوي لنا continuous, incontinence. أما إذا صار فد anomalous opening, إذا كانت عريضة الopening فراح ترجع لنا اليورين اليورين الى الكدني راح يسوي لنا راح يسوي لنا ريفلكس نيفروباثي. اما اذا كانت الفتحه pinpoint opening فراح يصير عندنا ما يسمى باليوريتروسيل. اوكي فعندنا الانومالس anomalous insertion of the one of the ureters راح يسوي لنا واحدة من ثلاثة. إما راح يسوي لنا continuous incontinence إذا جوا السفنكتر insertion, وإذا صار يعني wide راح يسوي لنا reflex nephropathy, وإذا يكون narrow راح يسوي لنا ureterocele. جينا على النقطة الثانية, شنو هو اليوريتروسيل؟ اليوريتروسيل احنا اتفقنا قبل فترة انه الهارت مو هارت واحد وانما اثنين, رايت وليفت. واتفقنا على انه الساكرو إليك جوينت هو عبارة عن جزئين, واليوم هم نتفق اتفاق على انه البيريستالسيس ايضا اثنين, واحدة ريلاكسينج وتجي وراها الكونتراكتينج. فبعض احيان هاي اللي ريلاكسينج يصير بيها ابنورماليتي بحيث ناوينج بحيث يصير عندنا متعبر, فلذلك يصير عندنا fatigue of the contracting peristalsis, نتيجة راح يصير عندنا lax structure اللي هو مثلهن مثل من مثل اليوريتروسيل. عندنا الهورشو كيدني. الهورشو كيدني تدرون الكيدني تتكون بالبيلفيس أمام السكرويليك جوينت, وبالنتيجة after in embryonic life they will ascend up to get their lumbar position. Because of abnormal fusion of the lower poles of the kidneys راح يصير عندنا failure of ascent, راح يعطينا هذا horseshoe shadow كأنما حدوة الحصان. وبالكتب يقولون هذه more liable for trauma, more liable for infection, more liable of stone formation. وهاي بالسونار وهاي بالMRI وهذه بالIVU. قد يكون هذا الميديال بول قد يكون رينال تيشو أو قد يكون حتى ممكن يكون ligamentous fibrous tissue. فهذا during ascent راح يدق بالbranches of aorta وما راح تصعد الكدني لفوق. بعض الأحيان يصير migration in embryonic life of the kidney to the contralateral site, وراح يصير عندنا due to fusion راح يصير عندنا ما يسمى crossed effused ectopia. بس هاي الكدني صحيح عبر ذاك الجانب لكن اليوريتر مالتها يبقى بال its normal site, فهاي نعرفها أنه cross diffuse ectopia. هذا أنه هو الهايدرونفروسيس, هاي الكدني غلبت صاحبتها الفترة لأنه هاي بعدها بالنفروغرافيك فيس وهاي بالبايلوغراف أو وصلت حتى للسيستوغرام, وهذه الساعة تدل على أنه
انه هذا الفحص اي في يو وهذا الفحص ياخذ على مراحل واوقات. البي او جي اوبستراكشن يصير ايضا ديو تو انومالس او فد ابنورماليتي ان ذا بلفيك ال بي او جي بلفيولتريك جنكشن. يكون هذا نيوروجينيك مثل ديزيز مال اورباخ او ماينتريك بلكسس، او قد يكون عباره عن ستون هنا بعده، او تيومر يوروثيريال تيومر، او هو كونجينيتال فد سفنكتر هنا صار بي انوماليز، او بعض الاحيان اكسسوري رينال فين 30% يضغط لنا على المنطقه البلفيكاليس جنكشن بلفي يوريتريك جنكشن. وهذا البيشنت يجيك سواء يبي فد مايلد هايدرونفروسيس تو مودريت تو سيفير هايدرونفروسيس وثين بيبر لايك بارينكايما. بعض الاحيان هذا نشوفه انترايوتراين، يعني الطفل ببطن امه عنده هايدرونفروسيس، ونكتب بالريبورت فانت الى طبيب ويسالوك شو نسوي، نقول لهم نعطي مجال 1 ويك ونعيد الالتراساوند افتر ليبر. الريفلكس نفروباثي هذا ايضا موجود، وكمان انه ينولد البيشنت الطفل عنده بايلاترال او يونيلاترال هايدرولوكيشن، هو ميكتشوريتنج سيستويورثروغرام، ندخل كاثيتر باليوريس ما يعبر الوريتر ولا للبلفيكاليس سيستم. هنا بلنا بالحقيقة عندنا grade 4 bilateral zygoteric reflex، وهذا الفحص micturating cystogram. بعض أحيان الكدني fail to ascend تبقى بالpelvis، نسميها ectopic pelvic kidney، وقلنا هذا أني يكون more liable for infection, stone formation and trauma. هذا cross diffused ectopia لأنه الكدني while it is ascent it will rotate 180 270 درجة، فهنا هي العفو 90 درجة، فهنا هنا ما مفترة وباقية cross diffused ectopia with more rotation. هذا هو simple renal cyst يحب كل الكرايتيريا مع cyst thin walled clear fluid، وهذا aging process ما له علاقة بأني cause other causes وما يحتاج treatment أو aspiration. بعض البيشنت عندهم inherited condition نسميها adult polycystic disease of kidneys، اللي هو عنده innumerable يعني ما تنحسب cyst، وكل واحدة بيها فد ستونة صغيرة، وهذول يبدون بالأربعينات presentation بالتريت اللي هي hypertension hematuria and renal failure، وهذا يكون إذا موجود عدولة تلقى كل إخوانه عندهم موجود حتى خواته. 30% مو بس بالكدني عندهم سيست، حتى بالليفر عندهم سيست، والأخطر من هذا طبعا هنا نشوف ليفر ورينال، والأخطر هو هذا عندهم 10% عندهم بيري أنيوريزم، بيري يعني توت أنيوريزم، وهذا لازم تشوفه تعطي كونتراست، حتى إذا جاينت يعني شنو جاينت يعني أكثر من 2.5 سنتيم لازم نسوي له تريتمنت، لأنه هذا ممكن يربتشر ويسوي سدن سب أراكينويد هيمورج. هاي الفازيكال ستونز ممكن تلاقيها باللو سوشيو ايكونوميك اريا بيشنت، أو تلقاها واحد عنده لارج بروستيت، أو ممكن تلقاها العفو أو ممكن تلقاها بالبيشنت اللي عنده رينال ستونز. هذه سيتي أهميته، بعض الأحيان تلقى واحد عنده هايدرونفروسس لكنه difficult to see the stone بالألتراساوند، فدز السيتي حتى شوف الستونة، لأنه حتى تفرق إنه ماس سادة اليوريتر فرجر إفكت لينف نود كلها ممكن نسوي إنه هايدرونفروسس فايبروسس